ايه ده؟ ايه ده؟ عرايس دي حلوة قوي، هما دول صيني برضو؟ مش فاهمة ازاي حد يختار يبقى فاشل كده أخ فاشل 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 ما انت فاشل فعلا. كل كائن سببا في وجوده، أنت أنا وأنا أنت. أنا المهندس عباس أبو الحسن. اسم حضرتك إيه؟ دبدوب تلات سبعات لارج. أو اللي أنت بتقوله ده هيفضل يخليهم يقولوا عليك مجنون. مجنون علشان بقول إن أنا كنت دبدوب وبقيت بني آدم؟ أنت بتهزر؟ هنعمل إيه في المصيبة دي دلوقتي؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى السبت. وقف لنا تاكسي. ألست تاكسي؟ لا أنا مش تاكسي. أنت حمار؟ لا أنا دبدوب. أنت كورك؟ أعتذر. يرحمكم الله. يعني أنا ليا أخ توأم اسمه باندا؟ أكتر حاجة كانت ممكن تضايقني ومحدش يحضني. مفيش حض. احضني بس. إزاي الواحد ممكن يقرب من البنت؟ البنات بيحب اللي يفاجئهم. معقولة؟ سامع عنك أستاذ دبدوب. أنا عمري ما هبقى دبدوب كده زيك. شكلك معفن قوي. قلبت دبدوب تاني؟ تيجي تديله الحقنة. يلا اديله الحقنة بسرعة. ولا هتفضل مستني البوليس يجي لغاية هنا ويقبض عليك؟ طب أنا بقى هعلمك الأدب. الأدب ده أنا اللي علمته لك أنت. خلاص عرفت هرجع علاء تاني ازاي؟ كداب دبدوب زيي؟ فين بيت في مصر ما فيهوش دبدوب؟